اخذ فصل 150 مليون وتسع نسوان. قلوا احنا ما قاتلين البارحه، قالوا احنا ما قاتلين، ردوا وقتلوا بنا. كل واحد صار عنده مشكله لازم 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 500 شخص هذول ينتهون. هذا الراب القاتل شغلي، شغله من الوراء، شغله اجهزه امنيه، هم يجيبوا القاتل. القاء القبض على تجار مهمين من ضمنهم اكثر من 800 الف حبايه. حكمت 20 سيد. 20 شوف كيف يا سيد، وانصحهم يبتعدون عن هذا لان هذا مصير الهلاك. القاء القبض على مجموعه كبيره من التجار ومتعاطين ومصادره كميات كبيره من المخدرات. دعم من السيد قائد عمليات البصره المحترم والسيد قائد شرطه البصره المحترم، بالاضافه عمل المخدرات بالوقت الحالي هو عمل استخباري بحت بعد جمع المعلومات، لا خطوط حمراء على كل التجار في محافظه البصره. جينا طبينا بمزرعته لقيتنا مفرزه. اي والله ضاعت حياته وحياه عائلتي، لان هاي دمار المخدرات. عندي عائله صغار، اطفال صغار. كم طفل؟ اربع اطفال. تقدر تعطيهم هاي المخدرات؟ لا. ليش؟ أخاف عليهم. هذا هو كرسي الاتهام، ترددت وأنا أقعد على كرسي الاتهام. هذا الكرسي يخسرك شخصيتك، ويخسرك سمعتك، ويخسرك عائلتك، ويخسرك نظرة المجتمع لك، وتخلص حياتك كلها أنت مسجون ومنبوذ من المجتمع. لا تخلي المادة ولا تخلي الفلوس هدف انه انت تبرر تقتل الشباب وتقتل الناس في سبيل انت تعيش. اللي يقعد على هذا الكرسي وصل الى اسوأ مرحلة بحياته. ملف المخدرات انغلق، انتظرونا راح نفتح ملف الدقة العشائرية في قيادة عمليات البصرة. المنطقة هي منطقة عشائرية، لها جذور تاريخية، مشاكلها أغلبها بسيطة يمكن علاجها بالحلول ودخول توسط العقلاء بالمنطقة، لكن للأسف هي تتطور إلى نزاع مسلح. لكن بكل الأحوال الجيش بالمنطقة ويتمثل بلواء المغاوير التابع لقيادة عمليات البصرة يفرض سلطة الدولة والقانون بالقوة. قلنا لهم يا بسلمون للقانون ونفتصل ما سلموا، بس المطلوب تابعهم بالقانون. وبالقانون موجود. أي. والجيش موجود. إن شاء الله. وإن شاء الله القانون يأخذ مجراه. إن شاء الله. بعض المشاكل العشائرية واللي جاسر واللي تحدث بين بعض العشائر هي أسباب يعني بسيطة جدا يمكن تحل بتدخل العقلاء، لكن إحنا كقيادة عمليات وكلواء المغاوير اللي هو ماسك هذا القاطع واجب الأساسي وفرض القانون ضمن هذا القاطع. يقضون مهنيون في التعاطي مع الأحداث، فلينعم أهل البصرة بالأمان فلا أحد يتجاوز حدود القانون. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.